كلاب. السلام عليكم الاول. الناس اللي بتطلب اصعب دوش خان ده طبعا شرف ليا، بس انا كده عشان معظم الناس سمعوها قبل كده. ف ما نقول حاجه جديده؟ طب قول حاجه جديده وبعدين قولها. ايه يا جماعه، في ناس ثانيه عايزه تشتغل. ايه؟ طب المهم هنقول حاجه في الاول على الله تعجبكم، ان انا غالبا مش واثق فيها. و سياسه برضه انا كنت محتار اكتب فيه، و كتبت في فتره كده من المخنوق سياسيا من كل حاجه في البلد، فالقصيده غريبه شويه. فهي اسمها انا حقا اعترض. تمام، في ناس لقطت معايا. تمام، طب خلاص انا اوضح كمان. انا حقا اعترض، واللي فاهم قصدي ماشي، واللي مش فاهم نقوله. اول حرف في كل كلمة ثلاث حروف بالمعنى كله، الف ح وكمان الف، يصبحوا لفظ اعتراض على اللي بيقولوا حمونا، واللي خالفين البلاد، واللي حلفوا يظبطونا، واللي قتلوا الشيخ عماد. رغم اني معرفوش، بس كان دايما بشوش، بس كان وشه النهار، والامان صغار كبار مولودين في الابتسامة كل يوم، وله علامة، والعلامة الليلة هي شيخنا اصبح بلطجي. يبقى تصفي النية وتوضى وصلي ياما، واستعد اليوم حسابك، علشان اكيد دي واحدة من علامات القيامة. انا حقا اعترض على اللي ما قدمش شيء ثم ركبه ودلدله، واللي باع وسط الطريق، واللي سابنا في اوله، والطريق مهما يضيق غصب عنكم نكمله، هنكمله. انا حقا اعترض على اللي دقنه طويلة جدا ثم يخلف في الوعود، واللي شاف الديك بيدا ثم قال الليل يعود، واللي نشز لحن الثورة لعبها طبلة وهي عود، واللي بايعين الكرامة في الوطن وعلى الحدود، والوفد اللي راح يعتذر لسات الملك آل سعود. أنا حقا أعترض، أنا حقا أنا حقا أعترض على إعلامكم الفاجر، أنا حقا أعترض على إعلامكم الفاجر، على عماله ومديره ومذيعين كل شغلتهم ضياع العقل وتخديره، فيه مبنى نفسي يتفجر واسم المبنى مسبيه. أنا حقا أعترض. أنا حقا أعترض على اللي بيطبل لكله ثم وقت الجد يجري، ثم تيجي رقاصة تانية فيقسم ويقول ويهري، ويتكلم زي خدام القصر أو كواحد من السكان، وكأنه أمين عام سر بكري مان. أنا حقا أعترض على اللي شايفينهم ملايكة ولا يمكن مرة يغلطوا، لو يمين يبقى يمين، لو شمال هيزقططوا، وتبقى الشمال راح تودي الجنة، وتبقى الشمال هي مذهب أهل السنة، واتفقوا الأربع أئمة إن اللي تقوله القيادة هو ده الصح اللي مطلق، حتى لو حلفوا البيادة، وحديث بيأكد كلامهم مثبت أكيد في الصحيحين، صحيح مصلحتك أولا، وصحيح التجارة باسم الدين. أنا حقا أعترض على اللي هيرشح فلول ثم يقول لك استقرار. أنا حقا أعترض على اللي هيرشح فلول ثم يقول لك استقرار، والله دول خسارة فيهم الأول، بدل ما يجي الانهيار دول بس ناقصهم ديول، والمفرد منهم حمار. انا حقا اعترض. فلول يا
انا حقا اعترض على اللي هيرشح فلول ثم يقول لك استقرار، والله دول خسارة فيهم الأول، بدل ما يجيل انهيار دول بس ناقصهم ديول والمفرد منهم حمار. أنا حقا أعترض على السياسة في بلدنا، على اللي كان في البرلمان مفتكر إنه في مدنا قام وقف رفع الأدان، ما احناش كفار والله يا سيادنا. أنا حقا أعترض على اللي بيرحرح في بيته ما بين بلكونته والشباك، ولا يعارضش حكم العسكر ويشوف على الشاشة الهلاك. طب ادعم حتى بقلبك، مش شرط يعني الاشتراك، لكن بيداري جبنه بسؤال ضعيف، ايه وداه هناك. انا حقا اعترض على اللي بيتاجر في فقري، على اللي بيكفر لي فكري، واللي يقسو منها بدري، واللي بايده حفر لي قبري. انا حقا اعترض، واعتراضي مش من فراغ، دم الشهيد اللي اتقتل تعويضته مهيش قرش سال، الدم يتعوض بدم، القتل محتاج القصاص، ان لم تفعلوها يا بشر تكن فتنة بين الناس، فيه ناس تملي مستعدة يشربوا دم الشهيد، فيا شعب ثوري وعنيد قدامنا حل من الاتنين، يا اما ناخد حقنا يا اما ناخده كلنا ونقول على نفسنا يا